المصارف والقطاعات المصرفية، فنحتاج إلى عمل جاد لدفع بالإنتاجية قدما. وسأفسر قليلا. أولا وكشرط أساسي للنمو على الحكومات أن تطبق السياسات اقتصاد الكل الجيدة بما في ذلك سعر الصرف وسياسات مالية سليمة، بالإضافة إلى تدفقات مالية واستثمار أجنبي مباشر، بالإضافة إلى التجارة، وعلى البلدان أن تسهل عمليات التجارة وأن تزيد من السياسات الحمائية. فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار المنع والحظر الحالي على بعض الصادرات في المواد الغذائية والزراعية، وهذه العوائق في السوق تؤثر سلبا على المواطنين في الدول الأفقر. ثانيا على البلدان أن تشجع استثمارات إضافية لخلق وظائف، زيادة المخرجات وزيادة الإنتاج مما يسمح بالاستهلاك في معدلات النمو، وذلك من خلال بيئات مؤاتية للعمل وتعزيز حكم القانون، بالإضافة إلى أن القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر هي عوامل أساسية تحد من نوعية وكمية الاستثمارات العابرة للحدود، مما يقلص ويخفض وأيضا يمكن لتخفيض كلفة إنشاء الشركات أن يزيد من هذه الجهود ويساعدها. فعلى النمو أن يدخل في الأسواق بالأخص في منطقة المينا، وذلك لتحويل المؤسسات والشركات إلى مؤسسات قابلة للتعامل بها في الأسواق. وثالثا على البلدان أن تعمل نحو استدامة الديون الحالية وشفافية بالنسبة لهذه الديون، وهذا أمر أساسي للبلدان حيث معدلات الدين مرتفعة جدا. وفي هذه الفترة القريبة يجب أن ننظم ورش عمل مختلفة للنظر في إعادة هيكل الديون، مما سيقلص من أعباء الدين إلى مستويات قابلة للاستدامة. ورابعا على الحكومات أيضا أن تدمج المسائل المعنية بالتغير المناخي بطريقة لتسريع الانتقال والتحول نحو الطاقة ذات الكربون المنخفض، ويجب أن يكمل ذلك من خلال استثمارات تستند إلى التكيف مع التغير المناخي في البنى التحتية، وذلك لزيادة الفعالية في الطاقة وبالأخص في قطاعي الإسكان والماء، مما سيدعم النمو الطويل الأمد. والتكيف والقدرة على الصمود يعتمدان على الاستثمارات لتحسين الإنتاجية الزراعية، فهذه الإنتاجية أساسية للمرونة والنمو. وأخيرا إن المسار المستقبلي يتطلب أيضا تقدمات تكنولوجية للتحول إلى النمو الأخضر، بالإضافة إلى استخدام تام أو تحول تام نحو التكنولوجيات الرقمية. ولتكون هذا التحول الرقمي ناجحا نحتاج إلى البنى التحتية العامة ذات الموثوقية حيث يمكن الوصول إليها، بالإضافة إلى إنترنت موثوق بها وتطوير المهارات الرقمية. فإن مجموعة البنك الدولي تعنى بكافة هذه المجالات والقطاعات، وأتطلع للاستمرار في التعاون معكم جميعا. أشكركم وأتمنى لكم جلسات ونقاشات مثمرة في خلال هذه القمة. شكرا لحسن إصغائكم.